سلام. اكثر حاجه كتخلعنا باش نشريو شي طوموبيل هي الكونسوماسيون ديالها، وفاش كندوي على الكونسوماسيون واش كتاكل او لا. وهنا كندوي على داك السيستيم اللي كيدوز لينا الكاربيغون من الريزيرفوار للموتور. سميتي امين، اليوم كنتواجدو في وحده من اكبر الشركات اللي كيصنعوا لنا هاد البياس في الشينوا. غادي نجيو نكتشفوا الاستوار ديالها كاملين. في وسط الشركة كاينة شجرة قديمة شاهدة على الكرياسيون والديفلوبمون ديالها، في الوقت اللي الشركة ما تخلاتش على هاد الشجرة واحترمت التاريخ ديالها. ولكن هاد الشي كيدل على شي حاجة، فراه كيدل على ليكيليبغ بين الكرياتيفيتي واحترام الطبيعة. كريات جون هانس في 2005 تولات واحدة من أقوى الشركات في صناعة ديال البياس ديال الطوموبيلات. المساحة ديالها كتقدر 75 ألف هكتار، عندها فروع في الصين وعلى برا. الشركة كتوظف آلاف الكفاءات العالية من دي ميكانيسيان دي زانجينيور، وكدير واحد لاكومبينيزون ما بين لا مان دوف ولي ماشين اوتونوم اللي كيخدمو غير بالكونترول من لي زانجينيور. الخدمة ديال هاد الشركة كتكمل في لافابريكاسيون ديال بزاف ديال لي بيس اللي كيكونوا في الداخل ديال الموتور الطوموبيل، بحال بومبات الزيت، لي زانجيكتور دكازوال، لي جيج، لي شاربيغون وزيت دو زيت. هادشي كامل كيتخدم في واحد الدقة وهاي تكنولوجي اللي معروفة بهم الشينو. وبهادشي خدات الشركة جائزة ديال الهاي تكنولوجي في 2016 والهاي كواليتي في 2019، وهادشي راجع للكاليتي والبيرفورمانس والشيفخ دافير والديفلوبمون ديال الشركة. جوين هانس قدرت تجمع أكثر من 500 كولابوراسيون في قل من 3 سنين من وراء كرياسيون ديالها، وقدرت تسني مع شركات كبار بحال مرسيدس، رونو، بي ام وكروب فولكسفاغن. وهذا هو برودوي فينا. وفي الاخر نقدر نقول بلي جوان هانس قدرت تنجح في هاد لاكاليتي ديالها ولوغانيزاسيون ديالها باش ديفلوبا دغيا وتدخل سوق انترناسيونال في وقت قصير. وهنا سلام فيديو. 再见